38 مركزا تسجيليا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات منتشرة في عموم محافظة صلاح الدين شهدت عزوفا وسجلت تباينا ملحوظا في رفض استلام بطاقة الناخب من قبل المواطن، وهذا ما دعا إلى دعوة المسؤولين في المفوضية المواطنين الحث على استلامها. ينبين اللي استلم بطاقة ينتخب واللي ما استلم بطاقة ما ينتخب، فأني ما استلمت بطاقة فما انتخب، فش استفاد أنا من ذوك الاستفاد من ذولا، فأني ما انتخب. أنا أدعو أخواني الأعزاء وأهلي في محافظة صلاح الدين الناخبين في كافة أقضية صلاح الدين مراجعة مراكز تسجيل المنتشرة في عموم صلاح الدين والبالغ عددها 38 مركز تسجيل لاستلام بطاقاتهم البايومترية. وعلى الرغم من كل التسهيلات المقدمة وإبقاء مراكز التسجيل مفتوحة حتى الساعة 3 بعد الظهر وتشكيل فرق جوالة، ما زال الناخب رافضا استلام بطاقته أو تحديثها وهي في باب داره كما يؤكد المعنيون في المحافظة، وهذا ما يشكل سابقة مقلقة تدعو إلى الوقوف عندها والتثقيف على أهميتها. على كل الخدمات اللي مقدمينها إحنا، بداية إحنا عندنا في المراكز مراكز مفتوحة من 8 صباحا حتى 3 عصرا، هذه واحدة. 2 إضافة، إحنا قاعد نسير فرق جوالة، مع ذلك ماكو استجابة من قبل المواطن. يعني أغلب يعني كثير من المواطنين عندما تصل لبيته ما يستلمها، وهذا شيء يأثر على وضعنا كعمل. يعني شيء مو منطقي، يفترض أن يستلمون بطاقاتهم أكبر عدد ممكن، يأدون إرادتهم بتأدية أصواتهم، هذا شيء يعود لهم. يعني وشيء محزن عندما تكون المراكز مكدسة بها البطاقات المطبوعة، واللي طبعا المفوضة أنفقت عليها جهد كبير، أنفقت عليها أموال طائلة. عزوف متباين عن استلام بطاقة الناخب، وهذا يعني عزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من التمديد والتسهيلات المقدمة من المفوضية، ما زال المواطن عازفا تارة ومترددا تارة أخرى. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.